استسلمتكم ومرحبا بكم معايا. رجعت لكم بفلوج جديد ومتنوع، راح نشارك معكم طاولة عشاء عائلية بوصفات اقتصادية موسمية في متناول الجميع، حكا تستفادوا من الأفكار. سي ما عندكمش فكرة واش راح نطيبوا الغداء ولا العشاء، يعني وصفات في متناول الجميع، مام المبتدئات يقدروا يديروهم وتنحي عليكم شوية الحيرة تاع الغداء والعشاء. ثاني كما عودتكم في كل مره، يعني بكميات قليله تقدروا ديروا احلى واشهى الوصفات تفرحي بها وليداتك وتجوزوا هكا وقيته مليحه اتاب لون فامي، سورتو درك مع الشتاء هكا جو عائلي توسا يا با ميون دوموند با بلوس. قبل ما نبداو ان شاء الله البنات، حبيت نشاوركم في واحد الفكره، واحد الفقره حبيت نضيفها لقناتي، اللي هي فقره فطور الصباح، يعني بوصفات موسميه اقتصاديه، كل شيء في ميزون وغير مكلفه كما نقولوا بالعاميه على قد الجيب. راني متشوقه نشوف تعليقكم وممتو محتاجه تشجيعاتكم. سين لقاكم يعني تفاعلتوا مع هذه الفكره، رايحه بربي ان شاء الله ما نبخلكمش ونشارك معاكم هذه الوصفات بور لو بتي ديجوني، سورتو دركا مع لي فاكونس راهم قرابيتو، بوكو با هكا لما عائليه على فطور صباحي تو، سورتو في لي فاكونس دركا مع الكونفينمون لو كوفغو في تو سا نقدروش نروحو فاكونس، عطلة تاعنا راح تكون في الدار، دونك منها نقضيو علي شوية على الروتين اليومي اللي شوية يقلق وشوية ملل، او ميم طون اون فا بروفيتي انصومبل اون فامي، يعني يا با ميو مع هاد البرد والشتاء. دونك هادو هما درت لكم فريمون خلاصه صغيره على الفلوغ تاع اليوم، وثاني دويره صغيره في كازا. بزاف يعني بنات عندي في القناه كندير لكم لي ديكو طابل، ولا منين شريتي هذيك، منين درتي هذيك، دونك لا بلوبار يعني باش ما نكذبش عليكم، لا بلوبار دو ما فيسيل جايين من كازا. انا وين نسكن ما كانش عندنا اكسيون دركا تقريبا واحد العام ونص من اللي داروه لنا، اي با دوكو وليت نخلط شويه، كي تعجبني فيسال من اكسيون نشري، كي يعجبوني دي ديكو من كازا، ميزون دو مون تاني بزاف تعجبني، بار كونتر نستنى كي يديروا يعني لي بروموسيون لي سولد تو سا، ونسق صحن منا وكاس منا وكوفير منا وسيت دو تابل منا، وانا درت اون تري بيل ديكو، يعني ما نشريش هكا ان سيرفيس كومبلي وندير به لاتابل، يعني من كل مغازان نحب نشري هكا ماعين وننسق الالوان تو سا. شفتكم طلبتوني على سو جونغ دو فيديو، ان شاء الله يا ربي ننظم وقتي وندير لكم يعني فيديو مخصص لتنسيق الالوان، كيفاش تحطوا الطابلا سوا كي يجيكم ضياف ولا فطور تاع الصباح ولا ميم ليكم، يعني بوركوا با. دونك راني جي با اوبليي، وهذه هي. ومن بعد نجوزو نشوفو الطاوله تاعنا تاع العشاء اللي قلت لكم يعني الهدف منها بكميات قليله تقدروا ديروا احلى واشهى الوصفات اللي تفرحوا بهم وليداتكم. كانت دويره خفيفه ظريفه، المشتريات تاعي جو بريفير نديره لكم دون ان اوتر فلوغ، نعت لكم لا فيسيل اللي شريت، الحوايج تو سكي ماكياج ابي تو سا، باش هكذا نبدلو شويه ماشي دائما كوزينه كوزينه. دونك فوالا اليوم نركزوا برك على الوصفات، وان اوتر جور ان شاء الله نشارك مع خواتاتي، سورتو كاين حوايج يعني فريمون هايلين ايزيتون بروموسيون. دونك لا علينا، الوصفه تاعنا تاع الهانيوم راح تكون العدس، كاين متتبعات عندي قالوا لي يمينه ديري لنا العدس،
ولي قالوا لي ديري اللوبيا دونك ندير لكم المره هذه العدس والمره الجايه ندير لكم اللوبيا يعني مع البرد والشتاء هذا ما يصلح الواحد يبدل شويه دي فوا نديرو دي سوب يعني بالخضره دي فوا عدس دي فوا لوبيا وهي رايحه حتى نكملوا الشتاء العدس تاعكم البنات باش يجي بنين لازم الدجاج تاعكم ولا اللحم يتقلى مليح انا درت له هنا بلون بولي تقريبا هزيت 300 غرام 300 غرام اللي قصيته دي بتي مورسو نديرو بالثوم وبالكمون وندير فيه اعشاب عطريه كيما لهنا دي زيرب اروماتيك بزاف يديروا لنا البنه في لاصوص تاعنا سوا زعتر نعناع ريحان بازيليك اللي هو ريحان بزاف بنين انا لهنا درت كيف هو اسمه لا سيبولات بزاف بنينه فيها الذوق تاع الثوم فوالا مع شويه هكا زيت زيتون يجي بزاف بنين ومن بعد نمرقو ونخليوه يطيب في لاكوكوت ما يديش الوقت 20 دقيقه من بعد يخرج لكم بسيصه بزاف بنين البنات الخبز هذا راني سبق وشاركته معاكم لهنا تشوفوا غير هكا كواليس خفيفه ظريفه تحبوا ديروا الشكل اللي حبيتو ما درتش فيه الزبده درته بالحليب شوي شو برك البنات طولت في لا دوري تاع البيتريساج المده تاع العجين باش تجيني العجينه هشه وطريه وتجي متلوقه سورتو يعني بالحليب الدافي تعطي العجينه تجينا هشيشه خليته ارتاح شويه قصيته سو لي كوتي باش يعطيني لا فورم تاع الورده راني نحط لكم الرابط تاع الوصفه في صندوق الوصف لا روسيت لي في جي ديجا بارتاجي افيك فو جو ميتري لو ليان اون بار دانفورماسيون يعني هكا كي تعود عندنا شوربه ولا عدس ولا حاجه لازم الخبز ضروري خبز ولا كسره ومن بعد نجوزو نديرو لا موس او شوكولا ان ديسير فريمون تري غورمون سورتو هكا في الشتا نحب بزاف ندير الوصفات اللي فيهم الشوكولا نوار جيم ترو جو سي با دونك نحتاجو هي البنات لا موس او شوكولا هزيت لها 200 غرام شوكولا سوداء تحبوا ثاني ديروا شوكولا ولي ما فيهاش بزاف كميه كبيره من السكر 40 غرام سكر اللي راح نقسم الكميه 20 غرام راح نخلطها مع صفار البيض و20 غرام الاخرى راح نطلع بها بياض البيض دونك هذه هي فريمون ساهله مهله وتنسموها تحبوا ديروا درت انا اكستري د فاني تحبوا ديروا اكستري د كافي ديروا لي زاز داغروم سيترون ولا اورانج تجيكم ثاني بزاف بنينه شاركتها معكم نهار كي درت عيد ميلاد وليدي ميلان درتها له بور لوغوتي دانيفيرسير ومن بعد قلت بوكوا با نعاودها للبنات سورتو المتتبعات الجدد دائما في الاعاده افاده ثاني البنات تقدروا ديروها بلا صفار بيض ديروا يعني غوسيت تراديسيونيل ديروا شوكولا و بلون دو مونتي اون نيج يعني عندكم طريقتين انا نحب نديرها بصفار البيض هذا يبقى يعني يبقى راجع لكم لي زانغريديون فرونسي سا سرا نوتي سور ليكران كيما تشوفوا لهنا الطريقه سهله مهله راني نخلط في صفار البيض مع نص الكميه تاع السكر ونسمتو بالفانيلا السائله ومن بعد قلت لكم يعني تحبوا تنسموا باي حاجه حبيتوها ولهنا راني نطلع في بياض البيض اللي يكون بدرجه حراره الغرفه يكون ا تمبيراتور امبيونت طلبتوني البارح في المنتدى درت لكم امتي سونداج قلت لكم ديجا قلتوا لي يمينة جاتني تقريبا 80% صوتوا باللي ندير لكم فيديوهات تاعي لو سوار يعني في المساء انا ثاني ما نكذبش عليكم انا ثاني سا مارونج بيان لو سوار و قلتوا لي امينه ديري لنا لي روسيت بيان ديتايي فوالا هاني درت لكم اون روسيت بيان ديتايي خطوه بخطوه هاو ليكم البنات الشوكولا لازم يكون مدوب وبا ماري ويكون مش سخون بزاف راحين بعد ضيفوه على هذاك صفار البيض اللي مخلط مع السكر وتتحصلوا على هذا القوام وشوفوا البنات لي بلون دو مونتي اون نيج اللي ضفت لهم هذيك الكميه تاع السكر يعني باش يجيونا بيان فيرم بيان سيري لهنا هذه هي المرحله المهمه في لا موس شوكولا باش تجيكم بيان ايغي وتجيكم حكمه راحه بلا زبده وبلا جيلاتين وبلا كريم ليكيد هاي ليكم النتيجه لهنا في الاول سي با غراف سي تخلطوا رابيدمون في المرحله الثانيه كي راحين تضيفوا هذاك البياض البيض اللي طالع بالثلج لهنا راحين تخلطوا غير بالعقيله لهنا درت لكم شويه جاكسيليري ان بو يعني باش ما تجيش الوصفه طويله بصح روحوا غير بالعقيله كيما نديروا لاباط تاع لي ماكارون
ولا لاباط تاع لي جينواز، خلطوا غير بالعقيله باش الخليط تاعكم ما ينزلكمش. يعني هذا هو سر النجاح. عاد بطبيعه الحال راح نغلف لو بول تاعي بالفيلم اليمونتير اي جو في ريزيرفي او فريغو او موا 4 اور، نخليها او موا 4 سوايع تحكم راحه مليح، لو طون لي انا نطيب الخبز تاعي ولا ندير حاجه واحده اخرى. كما راكم تشوفوا الخبز طيبته على 180 درجه ميم با 25 دقيقه، يعني طاب رابيدمون. لهنا راهو سخون يغلي، قلت مادام سخون نقصو ونعت لكم النتيجه. ومن بعد دايوغ على فان راح تشوفوا كي نحط لكم الطابله وكامل فريمون جا ما شاء الله، هكا بوغ اكومباني شوربه تاع الخضره ولا جاري ولا اي حاجه، يعني خبز دار يعني يا با ميو. والعجينه الثانيه درت بها دي ميني باغيت، قلت لكم يعني بهذه العجينه تقدروا ديروا اي شكل حبيتو ويجيكم هشيش ومقطن ما شاء الله. بالنسبه للوصفه الثالثه واللي هي درتها كمقبله وهي لي كب كيك سالي، هاد لي ميني كيك مالحين خفاف وهشاش، ما درتهمش بالزبده، درت البيض مع شويه زيت الزيتون، ضفت لهم شويه الفرينه المغربله مع خميره الحلوه باش يطلعوا لي شويه، ونسمتهم بليزيرب اروماتيك ودرت لهم لو كوري، نحب ندير فيهم البازيليك اي لا سيبولات، يجيو بزاف بنان. هادو من بعد تحبوا تنسموا كيما حبيتوا. الوصفه بيان ديتايي راني سبق وشاركتها معكم، نحط لكم الروابط في صندوق الوصف. يعني هكا كمقبله ما شاء الله مع سلطه، ونخليكم مع البقيه. ليكم الولاد طاوله العشاء تاعنا باحلى الوصفات، سهله في متناول الجميع، يعني ميم المبتدئات يقدروا يديروا امينو كومبلي هكا من المقبله حتى للتحليه. العدس فريمون جا ما شاء الله، هذه الوصفه تاع عمه العزيزه الله يخليها هي اللي كانت ديرو هكا، انا دايوغ ما نبدلهاش واللوبيا ولا العدس ولا فريمون يجي ما شاء الله. جربوا هذه الطريقه وردوا لي الخبر، يجيكم بنين سقطوا بالذوق تاع الثوم والكمون ما شاء الله. يعني الحبوب اون جينيرال تحب الكمون باسكو صحي اكثر، والخبز راكو شفتو يعني مقطن وخفيف وبلا زبده البنات، جا هشيش ريشه ان شاء الله يا ربي تجربوه. سي البنات تحبوا تكثروا فيه كميه السكر تقدروا ديروه الفطور تاع الصباح ولا القهوه تاع العشيه، سوا ليكم ولا الاولاد. وهكا كنا تعشينا والحمد لله، يعني بحاجه قليله درنا امونو ايفيرنال ما شاء الله، ونختموها بالتحليات لاموس شوكولا، قلت لكم سون جيلاتين سون بور سون كريم ليكيد، وتجينا فريمون اون كريم ما شاء الله. صورت لكم ميم كي تعود يعني كي تبقى في الفريغو والغدوه تاني تجيكم ما شاء الله بور الكوتي، هكا ديروا ان كافي غورمون بوركوا با. انا حبيبتي نخليكم بخير ان شاء الله يا ربي استفدتوا معايا، ولو كان بحاجه قليله راني نستنى تعليقاتكم، صافي توجور بليزير دو لير، ونعطيكم موعد للوصفات الجايه باذن الله اللي راح نخصصها بور لي روبان فان داني، دونك خليكم معايا. الي امسيه سعيده يا تري بيان.